يشود نو انه حسين جمال الدين هو ضحيه جديده للرصاص المتفلت وهيدي المره بعلبك على الرغم من كل تحذيرات القوى الامنيه. ثاني خبر بيتعلق بصدور نتائج البروفي، وثالث خبر عن شويخ اللي اعتدى على فريق البي سي اي واللي قال بالتحقيقات انه كان متوتر. ترك إذن 57,274 تلميذ بكل لبنان، نجح منهم 46,837 تلميذ، أي أعلى نسبة منذ سنوات. 81.78%.